ينضم إلينا عضو مجلس النواب فيصل النائلي. سيادة النائب مرحبا بك. يبدو أن كل الأبواب قد سدت في وجه المحادثات، إلى أين تتجه وأي خطوات ممكن أن يتخذها الإطار في سبيل حل هذه الإشكالات، خصوصا بعد تأكيد زعيم التيار الصدري بأنه حتما سيتوجه إلى المعارضة؟ مساء الخير عليك وعلى كاد قناتكم وعلى مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. حقيقة بالنسبة للمفاوضات هي ما زالت في طريق مسدود، والانسداد السياسي ما زال مستمرا نتيجة عدم تعاطي كل رؤساء الكتل باتجاه ان الطريق اصبح مغلقا، وبالتالي يجب ان نبحث عن بديل، والبديل هو الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض وحسم هذا الملف بحكومة توافقية. حتى سبق السيد مقتدى الصدر عزه الله عندما أعطى مهلة 40 يوما، أيضا لم تتحرك المفاوضات بأي اتجاه، إنما بقى الانسداد السياسي والمفاوضات بقت شبه المجمدة نتيجة ربما فهمت بشكل حدي يعني كيف يعطي الصدر يعني مهلة 40 يوم. نعم. وليس لديه منصب 30 يوما، عفوا ليس لديه، الطرفان لم يحققا أغلبية الثلثين، وبالتالي عندما يكون التحالف الثلاثي في جهة والإطار في جهة لا يمكن تحقيق الثلثين التي من شأنها أن تمكن في تشكيل في انتخاب رئيس جمهورية وفي تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس وزراء وكابينة وزارية، وبالتالي ستبقى الأمور معطلة والجمود والانسداد السياسي سيبقى في محله دون أي خطوة إلى الأمام. طيب. أكيد هذا لن يتم ما لم تكون هناك مفاوضات جدية وترك الخلافات السابقة والاتجاه باتجاه النظر إلى المواطن وإلى الشعب. اليوم هناك ظروف صعبة يعيشها مواطننا وشعبنا، وبالتالي علينا أن نتوافق في سبيل أن نتجه باتجاه تشكيل حكومة لإقرار موازنة لتقديم خدمات لحقيقة الثقل الكبير اليوم الذي يقع على عاتق الحكومة والبرلمان، لأيضا مشاريع القوانين المعطلة التي يجب أن تأتي من الحكومة في سبيل إقرارها من قبل مجلس النواب. طيب، طالما أن الإطار التنسيقي زاهد بالمناصب الحكومية عندما عرضت عليه كما قال وأنه يحارب هذه الظاهرة، لماذا لم يتوجه آنذاك إلى المعارضة وتحل المشكلة دون أن نصل إلى هذا يعني الانسداد الكبير؟ الإطار السياسي هو إذا لم يدخل في الحكومة سيتجه أكيد إلى المعارضة، وبالتالي التحالف الثلاثي إذا قادر على تشكيل الحكومة فليذهب لتشكيل الحكومة، أما إذا كان غير قادرا فعليه أن يذهب بالتحاور مع الإطار لتشكيل الحكومة. طيب. وهذا يعني سياق في كل الدول وليس في العراق وحده، وحتى في تشكيل الحكومات السابقة كان هناك حوار وكانت هناك لقاءات واتفاقات ربما أيضا تستغرق مدة، لكن بالنهاية تصل إلى المباحثات والحوار وتشكيل حكومة توافقية وتسير الأمور، ما يعطي أنه حكومة أغلبية في سبيل أن نذهب للخلاص والقضاء على الحقبة السابقة والفساد ولا مشاكل ذلك. طيب. هذا غير الصدر ممكن الصدر في هذه كان يدعو المرحلة لمحاربة الفساد، لكن وصلته رسائل كما يقول من الإطار التنسيقي بأنه نؤجل هذا الموضوع. السؤال هو هل تخشون لو استلم الصدر الحكومة والمتحالفون لماذا لا نشكل حكومة ونقوم بالقضاء على الفساد؟ ما هو المانع؟ اسمح لي، لماذا تخافون وتخشون لو استلم الصدر الحكومة وعطلتم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟ لو استلم الحكم هل يمكن أن يشرع الصدر قوانين ربما تخافون مستقبلا أن تضر بالفصائل المسلحة أو حتى بترتيب الصفوف داخل الحشد الشعبي؟ هكذا يقال. نحن لا نخاف ولم نشكي لأحد أن هناك مخاوف من عندما يذهب الصدر أو التحالف الثلاثي في تشكيل حكومة مطلقا، وإنما نحن نريد أن نكون شركاء في حكومة نصوت لها لا. طيب. أكثر إذا طيب. ما صوتنا على حكومة فأكيد هذا سيلقي بظلاله إذا فشلت هذه الحكومة على كل كتلة الإطار وعلى التحالف الثلاثي، وبالتالي كيف نصوت على حكومة نحن ليس شركاء فيها؟
أو في اختيارها أو في اختيار برنامجها الحكومي القادم. يعني هناك باب المعارضة سيد فيصل. أستاذ العزيز، كيف لمعارضة أن تعمل وكل المناصب التنفيذية والتشريعية تكون لدى الجهة الأخرى؟ إذن هل نتحدث عن موضوع مناصب؟ يعني تقاسم أدوار ومصالح؟ يعني وصل بنا إلى فراغ سياسي كبير وطويل، كيف سنخرج من هذا؟ المعارضة في كل بلدان العالم، نعم، في كل البلدان المعارضة تذهب إلى تأخذ حقيبة التشريع. طيب. والجهة الأخرى التي تشكل الحكومة تشكل حكومة برئاسة الجمهورية والكابينة الوزارية ورئاسة الوزراء. أما أن تذهب معارضة وتكون في مجلس في المجلس ليس لديك أي منصب في مجلس النواب، من خلاله ممكن أن تحاسب ومن خلاله تراقب ومن خلاله تستجوب ومن خلاله تؤدي دورك الرقابي وليس لديك شيء في التنفيذ، فأعتقد راح يعني تكون جالس في مجلس النواب دون أن يكون لديك أي دور في هذه الحالة. ما زالت الأغلبية ليست بيدك ولا في بيد الجهة الأخرى ولديها كل هذه الحكومة، يعني حكومة مجلس النواب التنفيذية والتشريعية في قبضة.